تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الله مشرف بعد إصابته بجلطة في دراعه. تعرض الفنان الكبير عبد الله مشرف لجلطة في دراعه. تعرض الفنان الكبير عبد الله مشرف لواقعة صحية وحس بألم في كتفه الشمال ودراعه الشمال، وراح بعدها المستشفى علشان يعمل فحوصات طبية، واكتشف ان هو عنده جلطة في دراعه الشمال. ودلوقتي الفنان عبد الله مشرف في المستشفى وبيعمل بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه وخروجه من المستشفى بعد الاطمئنان على الفنان الكبير عبد الله مشرف. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.